حسب عن ما أسوع عبد الحق بن حمود الله يرحمه في عهد السيد اليمين زروار ربي يطول في عمره، رسالته كانت باينة عندما تخلت الناس حتى بعض الوطنيين وراحت قامت التحالفات ضد الجزائر، الحزب كان موجود على أنه النظام الجمهوري لازم يبقى واقف، والنظام الجمهوري ما لازمش يطيح، ومؤسسات الدولة ما لازمش تسقط، وقدم قوافل من شهداء حزبنا. أولهم كان عبد الحق بن حمودة، وقدمنا بعده الكثير والكثير من القوافل، وكنا ذكرناها في المؤتمر، ربي يرحمهم جميعا.